بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة اليوم إن شاء الله هنتكلم فيها عن Nutrition and Lower Gastrointestinal Disorders. الشابتر كونتنت هيكون نتكلم فيه بشكل أساسي عن الـ Common Intestinal Problems such as Constipation and Diarrhea. هنتكلم عن برضو الـ Malabsorption أو سوء الامتصاص، الحالات اللي ممكن تأثر على البنكرياس، الحالات اللي ممكن تأثر على الـ Small Intestine، وأيضا conditions affecting large intestine. بداية نأخذ common intestinal problems. في عندي على سبيل المثال constipation أو الإمساك. طبعا الإمساك بيتم تعريفه أو بيتم تشخيص الشخص المصاب بالإمساك إنه بيكون في عنده fewer than three bowel movements per week، يعني أقل من 3 مرات بيدخل الحمام فيها، هذا ممكن يعتبر إنه في عنده constipation. إضافة إلى أنه بيعاني من hard stools and excessive straining، يعني الستول ممكن يكون نوعا ما صلب ويعاني الشخص صعوبة في عملية الإخراج. طبعا بنلاحظ أنه الconstipation بيكون شائع في فئات معينة من ضمنها older adults، الكبار بالسن، بسبب قلة تناولهم للألياف، قلة شربهم للماء، وأيضا قلة الphysical activity، وبالإضافة إلى السيدات بشكل عام. من أهم الأسباب تبعت الكونستيبيشن، طبعا الكونستيبيشن أو الإمساك معناته ما بيكون في عندي حركة للبول أو للأمعاء الغليظة بسبب عدم وجود ريزيديوز أو بقايا من الطعام ممكن تصل لهاي المنطقة. وبالتالي أهم سبب الكونستيبيشن هو اللو فايبر دايت، النظام الغذائي اللي بيكون قليل بالألياف الغذائية. برضو ممكن يكون هو اللور فود انتيك، عدم تناول الشخص كمية كافية من الطعام بشكل عام، عدم شرب كميات من السوائل بشكل كافي، او اللي هو قله الفيزيكال اكتيفيتي او الحركه الجسديه بشكل عام. هذه اهم اسباب للكونستيبيشن، اضافه الى انه ممكن يكون ناتج من اثار جانبيه لبعض الادويه او حتى بعض الحالات المرضيه. الان كيف ممكن احنا نعمل تريتمنت فور كونستيبيشن بشكل عام؟ طبعا اول شيء بدنا نعمل زياده للفايبر انتيك عشان يكون في عندي بقايا للطعام تدخل للبول، وبالتالي بيكون محفز لحركه الامعاء. طبعا الفايبر انتيك لما بدي اعمل زياده ما بدي اعمل زياده مفاجئه، لانه ممكن يصير في عندي شخص هان اوبستراكشن او انسداد، خاصه اذا كان الكونستيبيشن لسه موجود ما عملتلوش عمليه ازاله. وبالتالي بده يكون في عندي جراديوال انكريز، زياده تدريجيه لحيث ما نوصل ل الاوبتيمال فايبر انتيك اللي هو من 20 ل 25 جرام يوميا. طبعا من الاطعمه اللي ممكن تؤدي الى زياده الحجم بلك او حتى الستول ويت زي اللي هو الويت بران، الرده او نخاله القمح، الخضار والفواكه طبعا بالقشور تبعتها بتكون غنيه بالالياف، او حتى اذا الشخص ما قدرت ياخذ كفايته من الالياف عن طريق الطعام ممكن ياخذ فايبر سبلمنتيشن، بعض المكملات الغذائيه بتحتوي على الالياف. طبعا الخطوه الثانيه في العلاج اللي هو الادكويت فلويد، طبعا بدنا نزيد اللي هو كميه السوائل اللي بياخذها. لو الشخص تناول الياف غذائيه بدون ما ياخذ كميه كافيه من السوائل هذا ممكن يؤدي الى الامساك، وبالتالي بده يكون عنده ادكويت فلويد تقريبا من اللي هو 1.5 ل 2 لتر في من السوائل يوميا، من ضمن برضه اللي هو الاطعمه اللي تعتبر غنيه بالالياف البرونز او البرون جوس اللي هي بتتمثل في على سبيل المثال الخوخ او البرقوق او القاسيه بشكل سواء كان طبيعي طازج او حتى بشكل مجفف، اضافه الى زياده الفيزيكال اكتيفيتي اذا كان الشخص يعتبر ان اكتيف نوعا ما بدنا نمارس بعض اللي هو انواع من الحركه زي المشي، السايكلينج اذا كانت الحاله الصحيه تبعته بتسمح بذلك. بعض الأحيان ممكن نضطر إلى استخدام اللاكزاتيفز اللي بنحكي عنها الملينات. طبعا اللاكزاتيف مجموعة دوائية ممكن تشتغل بأكثر من آلية عمل، من ضمنها على سبيل المثال زيادة البلك تبع السول بشكل عام، ممكن تؤدي إلى زيادة هو المحتوى المائي والووتر كونتنت تبع السول، أو حتى ممكن تعتبر من محفزات الحركة الدودية أو البرستالتك تبعت القناة الهضمية. في بعض الأحيان ممكن نلجأ إلى الإنيماز أو سابوزيتوريز اللي هي عبارة عن الإنيما الحقنة الشرجية. سابوزيتوريز بعض التحاميل اللي ممكن تؤدي إلى عملية اللوبريكيشن، تسهيل خروج الهارد ستول من داخل الأمعاء، أو حتى ممكن تعمل عملية تحفيز لحركة الأمعاء بشكل عام. من ضمن الأدوية الأخرى تسمى بروكينيتك ايجنتس اللي هي عبارة عن الأدوية اللي بتعمل تحفيز لانقباضات القولون.
بعض الميديكال انترفينشنز الاخرى للتدخلات الطبيه ممكن يصير في عند المريض زي ما يسمى الفيزيكال ثيرابي، العلاج الطبيعي اللي ممكن يتعلم من خلالها المريض بعض التكنيكس اللي بعض الاحيان طبعا بتدرب المريض انه يعمل ريلاكسيشن فور بيلفيك ماسلز، يعني ارتخاء في عضلات الحوض بشكل اكثر بحيث انه يكون ذلك مسهل لعمليه الاخراج. اذا كل هاي الميجرز ما نجحت ممكن نلجا اخيرا الى تدخل الجراحي وهو يعتبر ذا لاست ريسورت، بحيث انه ممكن يصير في عندنا كولونيك ريسكشنز، يعني قطع او قص اجزاء من القولون، وفي بعض الاحيان ممكن نلجا للكولوستومي اوبريشنز. Another common intestinal problems اللي بنسميها الانتستينال جاز، الغازات المعوية أو الفلاتولنس اللي هي بنحكي عنها النفخة. طبعا أهم شيء عندي في الفلاتولنس تجنب الأطعمة اللي ممكن تؤدي إلى حدوث مثل هاي الغازات. طبعا هاي اختصارا بنسميها الفود مابس. الفود مابس هي عبارة عن فيرمنتبل اوليغوساكرايز، داي ساكرايز، مونو ساكرايز، اند بولي اول. طبعا زي ما انتم شايفين هنا كلها تعتبر من ضمن السكريات القابلة للتخمر، وبالتالي بنلاحظ ان الاطعمة اللي ممكن يترافق وجودها داخل مع الغازات او الفلوتيلانس اللي هو الكورن بشكل عام، الذرة، الكربونيتد بيفرجز، المشروبات الغازية اللي احتوائها اساسا على الكربون دايوكسيد كمصدر للغاز. الفود ماب سورسز من ضمنها على سبيل المثال الابلز، البروكولي، الكابج، طبعا مجموعة عائلة القرنبيط زي الملفوف، البروكولي، القرنبيط بحد ذاته هي تعتبر مصدر اساسي للفود مابس او اللي هو الفلوتولنس. طبعا الدرايد بينز اند بيز، فركتوز سويتند برودكت، الاطعمة المحلاة والمنتجات المحلاة بالفركتوز، هذه كلها تعتبر من المصادر الفود مابس، وبالتالي ممكن تؤدي الى عند تخمرها في القولون الى حدوث الغازات. Another condition is called diarrhea، الاسهال. طبعا الاسهال على عكس الامساك ممكن يصنف انه اذا كان الشخص في عنده frequent water stools more than 3 times per day، اكثر من 3 مرات باليوم، فهيك ممكن احنا نحكي عنده دايوريا. طبعا في بعض الاحيان الاسهال ممكن يكون هو ردة فعل للقناة الهضمية لدخول مايكروبز او اللي هو مايكروبيال توكسينز، وبالتالي يعتبر صحي بحيث انه بنعمل فلاشينج اوت او بنطرد هاي البكتيريا او المايكروبز او حتى التوكسين تبعتها. في بعض الأحيان لما يكون severe or persistent يعني بشكل مزمن ممكن يؤدي ذلك إلى dehydration، جفاف، وأيضا يعمل اللي هو electrolyte imbalance. طبعا في بعض الحالات المزمنة من الإسهال ذلك يؤدي إلى malnutrition، سوء التغذية لعدم اللي هو الامتصاص الكامل للنيوترينت، وممكن يؤدي إلى weight loss. من أهم الأسباب للإسهال بشكل عام كثير في عندنا مشاكل في القناة الهضمية ممكن ينتج عنها الإسهال. بعض الأحيان الانفكشن في القناة الهضمية زي ما كان الفود بويزنينج برضو ممكن الإسهال ينتج كأثر جانبي لبعض أنواع من الأدوية أو حتى بعض اللي هو المكونات الغذائية والمواد الغذائية ممكن تعمل عند الشخص إسهال. أنواع الدايرية ممكن تصنف إلى أوزموتيك دايرية، من الاسم تبعها انه في عندي ان ابزورب ماتيريال، ماده غير ممتصه موجوده داخل القولون، وهي الماده بيكون التركيز تبعها عالي، وبالتالي بخاصيه الضغط الاسموزي بتعمل على سحب السوائل الى داخل القولون، وبالتالي بيصير في عندنا زياده في الووتر كونتنت تبع الاسطول او تبع الفيسز. بالمقابل في عندنا السكريتوري دايريا، انه الفلويد اللي بيتم افرازها داخل الانتستين او الامعاء بتتعدى كميه السوائل اللي بيتم امتصاصها عن طريق خلايا الامعاء، وبالتالي بيصير في عندي الووتر كونتنت هان اعلى، وبيصير في عندنا ما يسمى بالسكريتوري دايريا. طبعا في بعض الاحيان الموتيليتي ديس اوردرز، الخلل في حركه القناه الهضميه، برضه ممكن يؤدي الى الاسهال. بشكل عام حركة القناة الهضمية مرتبطة بعملية الإخراج، بمعنى لو صار في عنا زيادة في الموتيليتي حيعمل دايريا، صار في اللي هو انخفاض ديكريز ان موتيليتي حيصير في عند الشخص كونستيبيشن أو الإمساك.
ممكن أسباب الدايرية تصنف على أنها acute أو chronic، يعني الأسباب ممكن تكون هاي حادة بحيث أنه يعني بتبدأ بصورة مفاجئة، ممكن هو تستمر إلى أيام أو حتى أسابيع محدودة. والأسباب ممكن تكون عبارة عن الغالب تكون pathogenic كمايكرو أورجانيزم، ممكن تكون viral infection, bacterial infection أو parasitic infection أو حتى protozoal infection، ممكن تكون نتيجة آثار جانبية لبعض الأنواع من الأدوية. بزوال المسبب بتروح اللي هو الأكيوت دايريا. بالمقابل الكرونيك كيسز أو الكرونيك دايريا ممكن تستمر لأكثر من 4 أسابيع، وهي بتكون ناتجة في الغالب من سوء الامتصاص أو أمراض سوء الامتصاص، أو حتى ممكن يكون في عند الشخص لو انفلاماتوري ديزيز زي ما هنشوف الآن هنا بعض اللي هو الأمراض اللي بتعمل التهاب في القولون أو التهاب في الأمعاء، أو اللي هو خلل أساسا في حركة القناة الهضمية. العلاج الطبي للإسهال بشكل عام، احنا بدنا نعالج السبب اللي أدى إلى حالات الدايريا. لو كان في شخص عنده intestinal infection يفترض انه احنا نديله الانتيبيوتيك اللي هو المناسب لحالة الانفكشن اللي عنده. لو كان في عنده اوزموتيك دايريا او كان في عنده انتولرنس لنوع معين من الطعام، بدنا نحاول احنا نزيل هذا الطعام من النظام الغذائي تبعه. او ممكن احنا اذا كانت كأثر جانبي لدواء معين بدنا نحاول احنا نعمل وصف بديل لهذه المادة الدوائية اللي عنده. في بعض الأحيان كأنواع من الأدوية بنسميها البالك فورمينج، هي عبارة عن أدوية بيتم تناولها وبالتالي بتعمل زي جل لايك ماتيريال بتمتص السوائل وبالتالي بتقلل من حركة البول أو حركة الأمعاء. بعض الأدوية الأخرى تصنف كأنتي دايريال، أنتي دايريال بنسميها الأنتي موتيليتي، بتقلل من حركة القناة الهضمية. ممكن نوصف لو استخدام البروبيوتيك، وهي عبارة عن نوع من النورمال فلورا البكتيريا اللي بتعيش بشكل طبيعي داخل القناة الهضمية. في بعض الأحيان لما يكون الشخص عنده الكرونيك دايريا نون تريتبل غير قابل للعلاج أو نسميها الانتراكتبل أو الريزيستنت دايريا، ممكن نلجأ هان إلى البرينترال نيوتريشن بحيث إنها بنعمل راحة للقناة الهضمية لحد ما تستعيد الوظائف تبعتها بصورة طبيعية. في بعض حالات الإسهال لما يكون عند الشخص كرونيك أو ريزيستنت دايريا، ممكن نلجأ إلى الأورال ريهايدريشن ثيرابي أو بنسميها الأورال ريهايدريشن سولت أو أر إس اللي هو محاليل الإشباع. طبعا الهدف منها هان إنه بيتم تعويض الفاقد من السوائل والإلكترولايتس الأملاح. طبعا الأملاح أو محاليل الإشباع في الغالب تحتوي على ماء، تحتوي على أملاح، وأيضا تحتوي على السولتس أو تحتوي على جلوكوز محلول الجلوكوز طبعا بنسب متفاوتة. في بعض الأحيان ممكن تحتوي على السيتريك أسيد حمض الليمون. الآن ما بنقدرش نستخدم السبورت درينكس أو اللي هو مشروبات الطاقة أو المشروبات الرياضية كمحاليل إشباع، لأنها تعتبر بشكل أساسي منخفض كتير بالصوديوم، إلا إذا كان استخدامها مترافق مع تناول بعض الوجبات الخفيفة اللي بتحتوي على السولت أو بنسميها السولتي سناكس. إذا الكوميرشال سبورت درينكس أو المشروبات الرياضية مشروبات الطاقة لا تعتبر من ضمن محاليل الإشباع، أو ما بتعوض أو ما بتستبدل محاليل الإشباع. هي صحيح بتحتوي على كمية كبيرة من الماء، بتحتوي على الجلوكوز، لكن بتكون هان عندي قليلة جدا في محتواها من الصوديوم. بالنسبة للام ان تي او الميديكال نيوتريشن ثيرابي فور ديوريا، طبعا هنا بتعتمد بشكل اساسي على السبب، على حدة الاسهال، وايضا على الفترة الزمنية سواء كانت اكيوت او كرونيك. لكن بداية يفترض انه الشخص يكون عنده لو فايبر لو فات اند لاكتوز فري دايت. زي ما حكينا الالياف الغذائية بتزيد من حركة الامعاء، هان بده يكون عندي النظام الغذائي المبدئي اللي بدنا نشتغل فيه مع شخص يعاني من الدايريا قليل بالالياف الغذائيه، قليل بالدهون عشان ما يصيرش في عنده مال ابزوربشن، وايضا قليل باللاكتوز او لو بنسميه لاكتوز فري، لانه ممكن يكون اللاكتوز هو المسبب للاسهال كعنده لاكتوز انتولرانس. برضه بتشتغل على البكتيريا بتعمل فرمنتيشن، ممكن يكون هو احد اسباب الاسهال. بالمقابل بدنا نبدا نعمل عمليه اللي هو سبلمنتيشن وذ فلويد، تزويد اللي هو كميه الفلويد انتيك، بحيث انه نحاول نعمل تعويض للسوائل اللي تم فقدانها عن طريق الاسهال. في بعض الاحيان الانفنس اللي ممكن يصير في عندهم سيفير دايريا، ممكن نعطيهم اضافه الى الاو ار اس
specific formula for infants بتحتوي على البكتين أو البنانا فليكس، ممكن نضيفها إلى هاي الفورميلا زي ما حكينا، بتعمل زي الجل لايك ماتيريال، وبالتالي تعطيني اللي هو سحب للسوائل وتقلل عدد مرات الإيفاكيويشن عند الأطفال. بعض الأطعمة اللي ممكن تساهم في اللي هو worsening of diarrhea، يعني ممكن تعمل تدهور في حالات الإسهال، high fiber food لأنها بتزيد من الكولونيك ريزيديوز وبالتالي بتزيد من حركة الأمعاء. الأطعمة اللي بتحتوي على indigestible carbohydrate لأنه هاي ممكن تعمل عملية زيادة في التركيز، أو بنسميها الأوزموتيك دوريا such as asparagus or apricot، الكابج. الأطعمة اللي بتحتوي على الفركتوز أو اللي هو الشوجر الكحول برضو تعتبر من الأطعمة اللي بتساهم في الأوزموتيك دوريا، زي الفواكه المجففة، العصائر الطازجة أو عصائر الفواكه بشكل عام، أو حتى السوفت درينكس اللي بتحتوي على artificial sweeteners such as sorbitol. هاي كلها بيضلها موجودة داخل القولون وبالتالي بيزيد من الضغط الأسموزي، بيسحب سوائل من الجسم وبالتالي بيصير في عندنا زيادة في حدة الإسهال. أيضا في عندنا منتجات الحليب والألبان إذا كان الشخص عنده لاكتوز انتوليرانس، إذا كان ما بي أو بيعاني من مش نقول حساسية اللاكتوز، بنسميه لاكتوز انتولرانس، يعني في عنده غياب لإنزيم بنسميه اللاكتيز، وبالتالي اللاكتوز كسكر في الحليب مش هيهضم وهيوصل للقولون، هاي بيصير في عنا الفرمنتيشن أو الأوزموتيك دويرية. الفود مابس such as gas producing foods برضه بتزيد من اللي هو الأبدومينال ديسكومفورت أو النفخة. الكافيين كونتيننج بيفرجز، المشروبات اللي بتحتوي على الكافيين برضه ممكن تزيد في حركة الأمعاء وبالتالي تساهم في تدهور أو يعني زيادة حدة الإسهال. طبعا الأطعمة هاي تختلف استجابتها أو بتختلف استجابة الأشخاص إلها من شخص إلى آخر، يعني في عندي اللي هو individual variations ما بين شخص إلى آخر، وبالتالي الأطعمة اللي يفترض أن الشخص اللي بيعاني من كرونيك دايريا أنه يتجنبها يتم تحديدها بما يسمى ترايل اند ايرور، ترايل اند ايرور تجربة والخطأ، يعني بيجرب الطعام هذا إذا صار في عنده يعني تدهور في حالة الدويرية بيتوقف عنه، إذا خفت الأعراض فبالتالي بيكون فعلا هذا الطعام هو المسبب من أسباب الدويرية. Another condition is called malabsorption أو سوء في عملية الامتصاص. من أهم الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى المال أبزوربشن، في عندي خلل في البنكرياس، معناته إن البنكرياس ما بيفرزش كمية كافية من الإنزيمات الهاضمة أو حتى البايكربونيت، وبالتالي في عندي نقص في هاي المواد. برضو ممكن يكون سبب المال أبزوربشن في عندي خلل في المرارة، وبالتالي صار في عندي نقص في العصارة الصفراوية، أو اللي هي عبارة عن inflammatory diseases، أمراض التهابية موجودة في اللي هو القولون أو الأمعاء بشكل عام، أو بتكون ناتجة من آثار جانبية لبعض الأنواع من العلاجات اللي ممكن تؤدي إلى ضرر أو دمج في اللي هو الأنسجة الأمعاء such as cancer chemotherapeutic agent. العلاج الكيماوي للسرطان ممكن يعمل ضرر في الانتستينال وول أو الانتستينال تيشو، يؤدي إلى المال أبزوربشن أو سوء في عملية الامتصاص. ممكن احنا زي ما حكينا انه نصنف بعض اللي هو الاسباب المحتمله لعمليه المال ابزوربشن such as genetic disorders، بعض اللي هو الخلل الوراثي اللي هو بينتج عنه انزيم ديفيشنسز في البنكرياس، ممكن يكون في عند المريض اللي هو intestinal disorders، enteropathy ضمور في الابزوربتيف سيرفيس تبع السمول انتستين يكون ناتج عنه الايدز، زيادة في نمو البكتيريا داخل الأمعاء، سيليك ديزيز أو كرونز ديزيز أو حتى راديشن انترايتس، التهابات الأمعاء اللي بتكون ناتجة عن راديشن ثيرابي. بعض الانتستينال انفكشن ممكن زي جيارديايسز أو بنسميها جياردية، النيماتودز، بعض اللي هو الأنواع من الديدان بنسميها الراوند وورمز، الديدان الأسطوانية. أمراض في الكبد بينتج عنها نقص في البايل فلو أو العصارة الصفراوية، خلل في البنكرياس such as pancreatitis، التهاب البنكرياس، أو حتى cystic fibrosis بتكون ناتجة من بعض اللي هو العمليات الجراحية such as gastric bypass، intestinal bypass اللي حكينا عنها المحاضرة الماضية، أو حتى intestinal resections يعني اللي هو قص جزء من الأمعاء بنسميه short bowel syndrome. كل هاي الحالات ممكن تؤدي إلى حدوث أعراض mal absorption أو سوء في عملية الامتصاص. الآن في عندي ما يسمى بالفات مال ابزوربشن أو سوء امتصاص الدهون بشكل عام.
طبعا ليش خصينا بالذكر الفات مال ابزوربشن؟ لانه الفات هو اكثر نيوتريانت ممكن يصير له عمليه المال ابزوربشن او يصير في عمليه الامتصاص. ليش؟ لانه بيحتاج هو الدايجستيف انزيمز اند بايلز فور از دايجستن، يعني بيحتاج اللي هو الانزيمات الهاضمه، وايضا بيحتاج العصار الصفراويه، وبالتالي بيكون عرضه ل امراض سوء الامتصاص لو حدث خلل، سواء كان في البنكرياس او خلل وراثي في الانزيمات او حتى خلل في الكبد. هذا بيؤدي الفات مال ابزوربشن الى حاله نسميها ستيتوريا. ستيتوريا اللي هي عباره عن اكسسيف فات ان ستولز، يعني زياده في الدهون اللي بتكون خارجه مع الستول من اللارج بول او اللي هو المستقيم او الامعاء الغليظه. اذا في حال ما الشخص يعمل ستول اناليسيس، تحليل للبراز، ويبطر عنده اللي هو الفات موجود في الستول، اذا هذا عباره عن دليل ان الشخص هذا يعاني من فات مال ابزوربشن. طيب ايش هي الكومبليكيشنز او الكونسيكونسز، ايش ممكن يصير عند الشخص اللي بيعاني من فات ابزوربشن؟ صح، نلاحظ انه في عنده فقدان للسعرات الحراريه والطاقه اللي بياخذها من الطعام، لانه الدهون بتشكل تقريبا 30% من السعرات الحراريه. هيعاني من نقص في الاسينشال فاتي اسيدز، او هيعاني برضه من نقص من الفات سولوبل فيتامينز وبعض اللي هو المينرالز اللي بيحتاج امتصاصها الى وجود وسط دهني. من ضمن زي ما حكينا الكونسيكونسز اوف فات مال ابزوربشن، في عندنا لوس اوف فود انرجي، وبالتالي هذا يؤدي الى خساره في الوزن او جنرال مال نيوتريشن. لوس اوف اسينشال فاتي اسيد، فممكن يصير في عنده اسينشال فاتي اسيد ديفيشنس، الاحماض الدهنيه الاساسيه الاوميجا 3 اند الاوميجا 6. loss of fat soluble vitamins، حيصير في عنده فيتامين ديفيشنسي، وبالتالي ممكن اذا يعني كان ذلك مصحوبا ب loss of calcium and magnesium ممكن يؤدي الى bone loss او اللي هو osteoporosis and osteomalacia. لما يكون في عند الشخص نقص في الكالسيوم نتيجة loss of minerals او loss of absorbed minerals اللي هتروح مع الدهون، حيؤدي ذلك اللي هو زيادة امتصاص الأوكزاليت، معناته حيكون في عنده زيادة في إخراج الأوكزاليت من الكلية، وبالتالي ممكن ذلك يؤدي إلى زيادة اللي هو الأوكزاليت كيدني ستونز أو تكون حصوات الكلية من الأوكزاليت. كل هاي ممكن تعتبر consequences أو اللي هو نتائج سوء امتصاص الدهون عند الإنسان. طيب خلينا احنا نشوف الام ان تي او الميديكال نيوتريشن ثيرابي فور فات مال ابزوربشن، كيف احنا ممكن نساعد المريض اللي بيعاني من سوء في امتصاص الدهون عن طريق نظام غذائي معين. اول شيء بدنا نعمل فات ريستريكتد دايت، بمعنى انه بدناش نقول فات فري، لا بدنا نعمل ريستريكشن، تقليل الدهون على حسب احتياج الشخص، يعني ما فيش في عنده يكون دهون اكثر من ما بيحتاجه الشخص بشكل عام. حنعمل او حنلجأ لبديل بنسميه الميديوم تشين ترايجليسرايدز، او الدهون الثلاثيه اللي بتحتوي على احماض دهنيه متوسطه السلسله الهيدروكربونيه، وبالتالي تعتبر هان عندي كبديل غذائي لي او كمصدر غذائي بديل للدهون عن الشخص الطبيعي. لكن مشكله الام سي تيز او الميديوم تشين ترايجليسرايدز انها ما بتحتوي على الاسينشال فاتي اسيدز او الاحماض الدهنيه الأساسية. الآن الفات كنترول دايت هذا يعتبر برضو من الموديفايد دايت اللي احنا تناولناها في بداية الكورس. طبعا نشوف الفود كاتيجوريز، مين هي الأطعمة اللي من ضمن هاي الفئات بتعتبر ريكومندد فور فات كنترول دايت اند وات فود تو افويد. في مجموعة اللحوم الالترناتيفز، طبعا هاي نكون عندي اللين ميتس، اللحوم اللين ما بتحتوي على اني فيزبل فاتس، فيش، سكينلس بولتري اللي بيتم تحضيرها عن طريق اللي هو مثلا التحمير، الشواء، السلق، هذه كلها طبعا بتعتبر من الريكومندد كاتيجوريز ان ميت اند الترناتيفز ان فات كنترول دايت. اللي بدنا نتجنبه اللحوم اللي بتحتوي على دهون ظاهرية، أو حتى اللي هو السوسجز البيكنز، هذه كلها تعتبر من الأطعمة اللي يفترض تجنبها. أيضا لحم الداكس أو البط بشكل عام غني بالدهون. التونة اللي هي بنكون معبأة مع كمية من الزيت برضها يفترض تجنبها. مجموعة الحليب ومنتجات الألبان بشكل عام. الفود ريكومند فات فري ميلك، الفات فري هان يعتبر اللي هو المصدر الاساسي لمجموعه الحليب ومنتجات الالبان.
طبعا الفول فري او عفوا الفول فات ميلك او اللي هو نوت فات فري، هذا يعتبر من الاطعمه اللي يفترض تجنبها. مجموعه الحبوب والخبز، وبشكل عام طبعا الحبوب الكامله تعتبر هي نوعا ما من اللي يوصى بها. البسكتس، البانكيكس، ووفلز، هاي تعتبر يعني خلينا نحكي انه المنتجات اللي بيتم تحضيرها بدهون او زيوت، وسواء قليها بالزيوت such as donuts and chips، فرايد رايس، هاي تعتبر يفترض انه تجنبها. الفيجيتابلز، all vegetables، يعني ما فيش فيها اي مشاكل بشرط عدم تحضيرها باضافة الزيوت بشكل عام. الفواكه طبعا هنا كل الفواكه يسمح بها ما عدا الأفوكادو لأنه غني جدا بالدهون. الحلويات طبعا الفروت آيسز، فلافور جيلاتين، الحلويات بشكل عام اللي بيكون في عندي اللي هو قليل نسبة الدهون فيها، أو إذا بدها تكون مثلا آيس كريم أو يوغورت بدها تكون محضرة من الفات فري يوغورت أو فات فري دايري. طبعا الفوز تو افويد الكيكس، كوكيز، البيستريز، البودينجز، هذه كلها بتحتوي بكمية كبيرة على الدهون. طبعا الدهون بشكل عام زي ما حكينا احنا يفترض انه يكون التوتال فات انتيك تقريبا 50 جرام في اليوم. طبعا بنحاول نعمل limitation of the following foods اللي هو الحديد فقط 8 ملاعق من الشاي، الفيجيتابل اويلز، الزبده، المارجرين، المايونيز، هذه كلها بنحاول نقللها قدر المستطاع، يعني لا تتجاوز 8 ملاعق من الشاي يوميا. طبعا الدايتري فاتس اللي بيكون زياده عن ال 50 جرام هذا يفترض انه افويدد، يعني يفترض تجنبه بشكل عام. من ضمن المشروبات اللي يسمح بتناولها اللي هو عصائر الفواكه، المشروبات الغازية على سبيل المثال، الحليب اللي هو الفات فري، القهوة، الشاي، ما فيش منها أي ضرر. لكن الأطعمة أو عفوا المشروبات اللي بيتم تحضيرها بالحليب كامل الدسم such as milk shakes، أو ممكن نضيف عليها الكريمة أو حتى الشوكولات ميلك، هذه طبعا يفترض تجنبها قدر المستطاع. كيف احنا ممكن يعني نساعد المريض انه يلتزم بالفات كنترول دايت؟ طبعا زي ما انتم عارفين انه الفات ريستريكتد دايت نوعا ما بيفقد خلينا نحكي الاكسبتنس، القبول تبعه، لانه الفات هو احد العوامل اللي ممكن تزيد من شهيه الشخص لطعام معين اللي هو كونه بيحتوي على الدهون او بنحكي عنه الدسم. طبعا الشخص اللي بيعاني من فات مال ابزوربشن لو بدنا نقدم له كميه الطعام كلها او كميه الفات اللي بيحتاجها 50 جرام مره واحده ممكن يعاني من الاعراض ترجع له، وبالتالي الفات از بيتر تولريتد لو انا بدي اقسمه على وجبات او اقسمه على كميات صغيره، وبالتالي بدي انا اقسم احتياجات الشخص من توتال فات على طول اليوم الى اللي هو small servings اللي ممكن يتم تناولها خلال اليوم. طبعا ممكن احنا نحاول زي ما حكينا نزيد من اللي هو enjoyment او acceptance، ممكن نغير بعض الاطعم او القوام او حتى الالوان تبعت الطعام هذا. طبعا لما يتم شراء الجروسريز او الشوبينج طبعا بدنا نحاول نطلع على الليبل وننظر للفات فري ايتمز اللي هو اكثر شيء بدنا نستخدمه في الفات كنترول دايت. بدنا نحاول نبتعد عن المنتجات اللي بتحتوي على الفات سبستيتيوت such as اللي هو الاوليسترا اللي هي ممكن برضو تزيد من حالة القناة الهضمية او تدهور حالة القناة الهضمية. اذا المريض نوعا ما مهتم باستخدام الام سي تيز او الميتين تشين تريجليسرايد اويل بدنا نحاول، يعني هي طبعا هاي المنتجات تعتبر نوعا ما غالية مقارنة بالزيوت العادية، لكن لما المريض يلجأ لاستخدامها ما بدناش نعمل شيفتنج بشكل مباشر لهي الزيوت، بدنا نحاول نعمل له زيادة للزيوت بشكل تدريجي لأنه ممكن يصير في عند الشخص إسهال أو مغص إذا صار في عنده استهلاك كمية الـ MCTs بشكل يعني
فوري او كم كل الكميه اللي صار استخدامها ات وانس ممكن يصير في عند الشخص الاعراض تبعت القناه الهضميه. طبعا بدنا نحاول ننبه المريض انه الميديوم تشين تريجليسرايد اويل ممكن يعتبر اللي هو من الزيوت اللي الطعم تبعها غير مستساغ عند استخدامه لوحده، وبالتالي يفترض انه استخدامه في بعض الوصفات اللي كبديل للزيت العادي، بحيث انه يكون في عندي بعض اللي هو النكهات اللي بتغطي على طعم الزيت الغير مستساغ بشكل عام. طبعا يفترض انه الميديوم تشين ترايجليسرايد اويل لا يستخدم في عمليه اللي هو القلي، لانه بيتكسر او بيتحلل على درجه حراره اقل من درجه حراره الزيوت العاديه. هذا طبعا هو سامبل مينيو، يعني مينيو لوجبه او يعني نظام غذائي بيحتوي فات ريستريكتد دايت، بيحتوي على وجبة الإفطار الغداء والعشاء، وأيضا في عند اللي هو وان سناك عند المريض اللي بيتبع فات ريستريكتد أو فات كنترول دايت. من ضمن الأسباب الأخرى للمال أبزوربشن هي عبارة عن البكتيريا الأوفر جروث، يعني بصير في عندنا كولونيزيشن، تكون له مستعمرات من البكتيريا الزائدة داخل يا إما اللي هو المعدة أو حتى السمول انتستين، وهذه ممكن تؤدي إلى الفات مال أبزوربشن. وزي ما حكينا الفات مال أبزوربشن ممكن يؤدي إلى نقص الفات سولوبل فيتامينز. برضه البكتيريا الاوفر جروث ممكن يؤدي الى نقص في امتصاص فيتامين بي 12. طيب ايش ممكن يكون السبب وراء زياده نمو البكتيري؟ طبعا معظم الحالات بتكون ناتج عنها او بتكون ناتجه من ضعف في حركه الامعاء بشكل عام، او انخفاض في افراز ال HCL او حمض المعده. تعرفين ال HCL ممكن يعتبر وسط قاتل للبكتيريا، معقم البكتيريا، بحيث لما توصل البي اتش الى 2.1 او 2 يعتبر معقم البكتيريا. لكن الشخص اذا كان في عنده خلل في افراز الاتش سي ال او بيتناول الادويه اللي بتقلل افراز حمض المعده بشكل مزمن، ممكن يؤدي ذلك الى الكولونيزيشن او زياده النمو البكتيري. العلاج الاساسي للبكتيريا الاوفر جروث هو الانتي بيوتكس، استخدام المضادات الحيويه. إذا كان الشخص هذا معاني من خلل تشريحي في يؤدي إلى البكتيريا الأوفر جروث، وبالتالي يتطلب ذلك هو إجراء عمليات جراحية. ممكن نستخدم الأدوية لزيادة حركة القناة الهضمية، يعني ننقطع أو نخفف من استخدام الأدوية اللي بتعمل تثبيط لإفراز الـ HCL. ممكن إحنا نحاول قدر المستطاع إنه نقلل من الأطعمة اللي بتحتوي على اللاكتوز، لأن اللاكتوز هو وسط ملائم لنمو البكتيريا، وبالتالي يصير في عملية الفرمنتيشن. وأيضا ممكن نحتاج إنه نعطي الشخص دايتري سبلمنت عشان نعمل تصحيح للديفيشنسز اللي ممكن تنتج عن البكتيريا الأوفر جروث، زي ما حكينا إحنا الفات سوليبل فيتامينز أو حتى اللي هو الفيتامين بي 12. برضه حالة أخرى ممكن تؤدي للمال أبزوربشن لاكتوز انتوليرانس. لاكتوز انتولرانس ممكن تكون تقريبا موجودة لحديث 75% من الأشخاص حول العالم. لاكتوز انتولرانس بتكون سببها في عنا deficiency in enzyme called lactase. الانزيم لاكتيز اللي بيفرز من البنكرياس ومن السمول انتستين وظيفته هضم اللاكتوز. اللاكتوز بيهضم الى جلوكوز اند جالاكتوز. الاشخاص اللي في عندهم ديفيشنسي في اللاكتيز انزيم بيصير في عندهم حاله بنسميها اللاكتوز انتوليرانس. طبعا ممكن يكون في عندهم ابسوليوت ديفيشنسي، نقص او غياب كامل في اللاكتيز انزيم، وفي بعض الاحيان بيكون عندهم ريليتيف ديفيشنسيز، يعني نقص بشكل جزئي. طبعا اللاكتوز مش حيهضم داخل السمول انتستين، حيروح لللارج انتستين، وهناك حيصير في عندي وسط لتخمر البكتيريا، وبالتالي بيصير في عندي تكون نواتج الفيرمنتيشن من غازات من اللي هو الاورجانيك اسيدز. حيؤدي ذلك الى اعراض من ضمنها الدوريه او الاسهال، نسميها الاوزموتيك دوريه، وحيكون في عنده زياده في تكون الغازات في داخل الامعاء. ايش احنا بدنا نعمل الان؟ تعديل في النظام الغذائي عند الشخص. نحاول نقلل قدر المستطاع كميه اللاكتوز اللي هي المصدر الاساسي تبعها الميلك اند ميلك برودكتس، وبالتالي بده يكون في عندي استهلاك ل 2 كابس اور ليس اوف ميلك بير داي، وهذه بده يكون اللي هو مقسمه خلال اليوم مع اللي هو انواع اخرى من الاطعمه. طبعا من اهم منتجات الالبان اللي ممكن يعني نوعا ما يتحملها الشخص اللي في عنده لاكتوز انتوليرانس اللي هي شوكليت ميلك، الاجبان وخاصه الاجبان المعتقه،
اليوغورت الزبادي اللي بيحتوي، لأنه بيحتوي على بكتيريا بشكل أساسي، وأيضا ممكن يتناول منتجات الألبان أو الحليب الخالي من اللاكتوز. كخيار آخر ممكن يتم اللي هو إضافة اللاكتيز اللي هو عبارة عن الإنزيم موجود على شكل بريبوريشنز، على شكل اللي هو تابلتس أو بيلز أو باودر أو وات إيفر، ممكن يتم إضافته للحليب، أو حتى بيتاخذ الإنزيم هذا على شكل قرص أو حبة دوائية قبل تناول الحليب.